قيام المدارس بإجراء تقييمات درجاتها وأصولها. نفس ما قلنا إن لا يوجد مجتمعان مدرسيان متشابهان، لذلك لن يكون هناك تقييمين متماثلين تماما. إذا سأطرح على ممثلي كل مجتمع من مجتمعات المدرسة بضع أسئلة، وسوف نفتحها أمام جمهورنا الليلة. فإذا عندكم هناك 3 دقائق لهم لأنهم يجاوبون على هذه الأسئلة التي سوف نسألهم، سوف نبدأ مع أول ضيوفنا وهو من UCLA Community School. السؤال رقم 1، مرحبا أورلاندو وسنادر، شكرا لك مرة أخرى على انضمامك إلينا هذا المساء. لقد بدأت عملية الانتقال إلى مدرسة مجتمعية في عام 2015، هل يمكنك أن تشاركنا ما هي العوامل التي دفعت إلى اتخاذ القرار، وما هي خطواتك الأولى بما في ذلك ما إذا كان الطلاب والأسر والمعلمون قد شاركوا وكيف؟ أول شيء أريد يجب أن تنتبه، أن تركز على عدد الحضور والغياب في المدارس، عدد التسجيل في البداية في المدارس. عندنا كان عندنا 2000 طالب، يعني كان المستوى مرة متدني، عدد الطلاب كنا على وشك الإغلاق، ولكن الأمر كان متواجد عندنا يعني 5 إلى 7 سنين قد واجهنا هذه. وبعد ذلك هناك كان انتقال من المدرسين أصبحوا ينتقلون أو يهاجرون. إذا هناك معناته هناك في خلل، هذا في بدايتي عندما كنت المدير في بداياتي. الخطوات الأولى لم نكن نريد أن ننتقل، حبينا أن نجمع المداخلات المعلومات، الحصول على كثير من الاستبيانات استطلاعات، ما هي نوعية هذه الاستطلاعات، أهميتها في إشراكها للأهالي لأولياء الأمور المدرسين طاقم العمل، وأيضا للطلاب ماذا يريدونه. هذا الاستطلاع ساعدنا في معرفة ما كل مجموعة تريده، كل فئة، سواء كان الأهالي ما هي خياراتهم، كيفية توفيرها، ماذا يريدونها في مدارسهم. وعندما جمعنا كل هذه المداخلات بدأنا نعالج المشكلة. أصبح عندنا هناك أكثر حماس للمدرسين، ثقة بالنفس. إذا هذا من التعاون، هي الصفة الأساسية التي ساعدت على ثبات هذه المدرسة. استخدام البيانات وأيضا الخطط السنوية، دائما نحاول أن نطلب أكثر الشرائح أو الشريحة حتى بإمكاننا الحصول على كيفية، هناك ملء الوظائف المدرسين الذين يهاجرون المدارس. نريد أن يكون هناك في إيمان في المدرسة أن نحن قادرين على الاستمرار. وبعد ذلك مع UCLA و LAUSD وأيضا كثير من الالتزامات مع هذه المجموعات، هذه الشركات، قد كان هو البداية حتى نستطيع في إكمال هذه الرحلة. أنت ذكرت UCLA، وإذا UCLA وهي أحد من المشاركين في المجتمع. إذا UCLA وهو أحد من الشركات المساعدة لنا والداعمة لنا. هناك كثير من المجتمعات والمنظمات، ولكن أريد أن UCLA، أن كثير قد خرجنا من الطلاب اللي يدرسون في UCLA، فهناك كانت شراكة قوية معهم ومصالح. كان تجارب رائعة ومتحمسين أن نجد أكثر من هذه الشراكات في المستقبل القريب. أحد من قراراتك المبكرة بناء على تقييم الاحتياجات الأولية
والتركيز على تعيين المعلمين والاحتفاظ بهم. هل يمكنك مشاركتنا المزيد حول سبب تحديدك لهذا باعتباره أولويتك الأولى والخطوات التي اتخذتها لمعالجة المشكلة، بما في ذلك من شارك وكيف؟ وهو مدى تأثيرها، ممكن تشاركنا بمدى تأثير هذا الشيء؟ بغض النظر عن أنه حالك مديرنا هو مجموع رائع، يعني كثير هو رائع. إذا الأساس أنك أنت حتى تكون عندك مدرسة رائعة هو معناته أنك عندك تلاميذ رائعين. طبعا هذه من العناصر الأساسية اللي تجعل المدرسة تكون قوية ومزدهرة. أول شيء عملناه هو تغطية الوظائف الشاغرة في احتياجنا لهؤلاء المدرسين، وذلك الوصول إلى مدرسين هؤلاء الطلاب. في كثير من الأوقات يمكن يكون عندنا وصول، ولكن الآن لا نستطيع الحصول على هؤلاء المدرسين، ولكن في النهاية إن هناك احتفظنا بهؤلاء المدرسين، وذلك عن طريق دعمهم، وذلك في تغيير البيئة والمناخ التي تؤثر أيضا على نفسيتهم، وذلك التركيز على الطلاب بأنهم سوف يرون هؤلاء المدرسين كل يوم. كرواشان تشارك ميس جونسون، ما ركزنا عليه وهو دعم هؤلاء المدرسين عن توفير البرامج التي تدعم هؤلاء حتى يستطيعون هؤلاء المدرسون يكون لهم رؤية وتلبية طلباتهم، وحتى يستطيعون الاستمرار في وجودهم في المدارس، خصوصا في المدارس التي تحتاج إلى هؤلاء المدرسين. إذا توفير البرامج اللي تدعمهم، وأحد من التأثيرات الأثر القوي إن كل سنة عندما بدأنا هذه الخطط عملية التدريس والتغيير والتحول، إذا أصبح هناك في استقرار في عدد المدرسين، لم أصبح هجرة للمدرسين. الطلاب كانوا أكثر اندماجا مع المدرسين، فهذا جعل الحماس للمدرسين بإنشاء بيئة تعاونية، وحتى عدد طرد الطلاب في المدارس أقل. وأيضا حتى في فترة الكورونا الآن والوباء لم نلاحظ أن هناك نقص في عدد المدرسين، بالعكس احنا شكلنا العملية الخطة واخذنا بعض الاستراتيجيات. طبعا هذا كان في البداية. إذا هناك الاستمرارية في توفير النوعية الجيدة من المدرسين لدعم هؤلاء الطلاب. في كل سنة أصبحنا في كفاءة وفي امتياز قوي من أحد المدارس المجتمعية، وأيضا وسعنا المدارس، كنا مدرسة صغيرة من 6 لط، الآن عندنا نسبة التخرج نسبة قوية. إذا وذلك يرجع للمدرسين الرائعين الذين كان لهم دور أساسي في نجاح هؤلاء الطلاب. كنا مجرد بيئة صغيرة، أصبحت البيئة أكبر، عدد الطلاب أكثر، وكل طالب وجد ثمرة هذه النجاح خلال المناخ المتواجدين فيه. إذا كانت هذه تجربة رائعة عندما أنت تستثمر في المدرسين، وهناك استثمار حقيقي للطلاب في نفس الوقت. إذا سوف نستقل الآن to إبيسي. شكرا جيلينا. خلال 3 سنوات في إبيسي قمت بتعيين منظم مجتمعي لقيادة حملة اجتماع منظمات في 2012. إذا نريد أن نعرف منك دورة استفسار لفهم الاحتياجات الرئيسية للطلاب والأسر والموظفين. أود أن تخبرنا عن العملية وتأثيرها على ثقافة المدرسة وممارستها في غارفيلد. يرجى تضمين بعض التفاصيل حول الدافع وراء هذا الجهد، ولماذا اتبعت هذا النهج، ومن شارك، وما هي العناصر الأساسية لحملة الاستماع.
دورة الاستفسار. لديك مجرد 3 دقائق. شكرا جزيلا. في هذا الوقت جارثو قد مرت في كثير من مديرين المدارس في مراحل، إنها مدرسة لم تكن تملك القوة في التعامل الاجتماعي، خصوصا بين المدرسين أو المهنيين أو الأهالي مع المدرسة. أتى إلينا مدير جديد كان عمره في العشرينات، في خبرته وتجربته كونه كان مدرس، ما هو الشيء الجيد وما هو الشيء الذي لا يعمل. أعتقد بطريقة سريعة قد مر في كثير من المقاومات، خصوصا بين الموظفين المشاكل اللي كانت تحصل، فبدأنا نتكلم معه أكثر من سنة بطريقة مستمرة، حوار نقاش ومشاورات، ما هي الاحتياجات التي تتعلق بكيفية القيادة الجيدة، وذلك عن طريق إشراك الأهالي، إسماع صوت الأهالي في هذه المدارس المجتمعية. حصلنا على شخص منسق مع المدارس في هذه المدرسة، المدارس الصغيرة. فهم اللي جاءوا، هذه المجموعة الصغيرة أصبحت تناقش خبراتهم في كيفية الاهتمام بالأهالي والمدرسين وإشراكهم وتنظيمهم. بعد شهر شهرين وافق المدير بإشراك هؤلاء الأهالي، وأن يكون أكثر مسؤول، وأهمية إشراك أولياء الأمور والاستماع إليهم. فنحن بدأنا مجرد استماع واحد شخصا إلى شخص. كثير من الأهالي وصلوا إلى قرار، يمكن وصلنا عدد أعدادهم إلى 200. العملية لم تكن سهلة في البداية، إذا هناك كانت في مشاكل وصعوبات، ولكن في هذه التجربة قد تعلمنا الكثير، وكانت النتيجة جيدة، خصوصا من البيانات اللي أخذ، القرارات التي أعدنا النظر إليها، فمعرفة ما تمر به المدرسة. وأعتقد بأن الناس لم يملكون المعرفة بأن يهتموا بأساسيات ما كيف سوف تكون، وهو الشيء الجيد في البناء الأساس القوي. إذن الأهالي كانوا يريدون أن يعملون مع مدرس أطفالهم، وأن تكون هناك بناء علاقة جيدة بين المدرس وأطفالهم في المدرسة، وأيضا بطريقة العكس بالمقابل، أن تكون بناء علاقة جيدة بين المدرسة والأهالي. إذا هناك كانت بعض الأبحاث التي قد تمت، عندما نظرت إلى كثير من النموذجات الاستراتيجيات والطرق والنظريات، عرفنا بأن بناء العلاقات هذه وجعل المدرسة تعمل كثير مع أولياء الأمور في أحد المناطق التعليمية مثل أوكلاند يونيفايد، منطقة تعليمية مدارس أوكلاند، خصوصا في وقت الوباء الآن عن طريق الزوم. المدرسين كانوا يقابلوا أولياء الأمور عن طريق الزوم، في عندنا في ولاية مثلا أريزونا كان هناك فريق عمل لأولياء الأمور والمدرسين خلال النشاطات. مثلا قاعد يعطينا مثال، إذا كل سنة ماذا نفعل؟ أن نعمل 5 مرات، نعمل فرص يكون المدرس والأهالي ولي الأمر
بأنهم يكونوا في عملية واحد إلى واحد أو حضور إلى الفصول، وذلك لبناء العلاقة المستدامة، ما تكون علاقة يوم يومين، لا، العلاقة المستمرة. والتحدث، كيف يستطيعون العمل مع بعض خصوصا في مستقبل الطفل. إذا إحنا بدأنا بتنفيذ هذه الطريقة وهذه العملية لمدة كذا سنة الآن. في هذه الحالة المدير لما شاف الطريقة، الاهتمام بوجود ولي الأمر في المدرسة وزيارتها والمشاركة، كان له درء أساسي في تطوير عملية التحول في المدارس. إذن هو أصبح يتماشى، يعني أصبح حليف لهذه المجموعة، ورأى النتيجة، وأن خصوصا إنه بالبداية الأهالي كانوا مستغربين في البداية أن هناك، لكن كان ردة فعل جيدة. إذا خصوصا لما تكون المدرسة تجد هناك الكثير من الآباء وأولياء الأمور المهاجرين، إذا هناك في تنوع في الأجناس واللغة، أكثر من لغة، كان هذا معناته، هذا أصل، معناته إحنا نملك حاجة، هذه من الأصول، هذه من الأصول القيمة اللي نحتفظ فيها، خصوصا لما تكون هناك تجد اللغات. عندنا سؤال ثاني لك، ننتقل إلى السؤال الثاني. شكرا جزيلا. من الواضح أن العملية التي وصفتها كانت فعالة للغاية ولم تكن تقييما نموذجيا لاحتياجات. إذا نظرنا إلى الوراء، ما هي الفوائد؟ لديك دقيقة، ما هي الفوائد وتحديات أشياء تقييم بقيادة شريك مستمعي بالنسبة لمجموعات المجتمع أو غيرهم ممن قد يفكرون في هذا النحو؟ هل يمكنك مشاركة ما نجح بشكل جيد؟ وما الذي ستفعله؟ إذا هل يمكنك مشاركة ما نجح بشكل جيد؟ وما الذي ستفعله بشكل مختلف؟ لديك دقيقة. أعتقد إيلان سوف تجيب على هذا. هي تتحدث اللغة الإسبانية، ف ننتقل الآن إلى مدرسة مارتن لوثر كينج. منذ أن أصبحت مدرسة مارتن لوثر كينج مدرسة مجتمعية، تبينت أن حقا ممارسة التحسين المستمر. هل يمكنك مشاركة بعض الأمثلة على أنواع التقييمات التي أجريتها، وكيف شاركت الطلاب والأسر والموظفين؟ كيف أن هذا الالتزام بالتحسين المستمر لا يتجزأ من دعم الطلاب والأسر والمعلمين؟
عند أتكلم قليلا قبل ما أبدأ، مدرسة MLK هي من أحد المدارس المهمة. نحن ليس هنا في التشكيل الجغرافي، نحن في موقع المدينة التي يوجد فيها كثير من البيئة غير الجيدة، غير المناسبة. موقع مدرستنا فيها 500 طالب، فيها كثير من متعلمين اللغة الإنجليزية، وأيضا نتائج الإشتراك ليس جيدة، ونحن أيضا نحن من المدارس التي يكون فيها كثير من الإنذارات، وأيضا عندنا نسبة أعلى من معدلات الطلاب، كثير من المنسقين اللي قد أتوا إلى المدارس حتى ينظروا إلينا وكيف هذه المدرسة، كيف وضعها. لسلي سوف تشارك معنا. لسلي تقول: أريد أن أتحدث قليلا عن المدرسة، أو أعطي نبذة رائعة عندما نتكلم عن تعليمي المدرسة. أعرف أنه طريقة أنظمة الاستخدام التي يجب عليها هو الاستماع، الطريقة الجيدة هو الاستماع إلى الأهالي، إلى الطلاب، وأيضا للمعلمين. إذا الطريقة الأساسية هي التي يجب، التي تسهل عملية التعليم جيدة، هو الاستماع. إذا عملنا تقييمين، هو كان فعلا ضروري. أول شيء هو تقييم، عندما تقييم المعاك الأكاديمي، ولا زلنا حتى الآن نعمل به، وهذا ما كانت تعمله المدارس المجتمعية. هذا لم يكن تركيزي أنا، مجرد أخصائية اجتماعية، لكن أولويتي هي التعليمات، وهذا يجب أن نركز فيه حتى نكون تحقيق ما نريده. إذن هذا قد ساعدنا بأن هناك يكون في انخفاض في عدد أفراد الطلاب، وأصبحنا من المدارس خصوصا تطور فيها اللغة الإنجليزية والرياضيات. وأحد من هذه الطرق هي الاستمرارية عن طريق مادة الرياضيات. لا أعرف كيف أدرس المات، ولكن جلست كثير من الساعات بالنظر إلى المنهج الرياضيات، أستمع إلى المدرسين، أجلس في الفصل، أنظر وأقرأ كثير. من كل هذا العمل، كما نقول نحن مدرسين، فعملنا برنامج، استخدمنا بعض الميانات، يكون في هناك الصفوف السريعة التي تفعلها بعض المدرسين، خصوصا في الصف اللي يكون فيها ثقافيا تداخلات فيها. واعتمادا على ذلك حصلنا أن هناك أن اثنين من المدرسين اللي يكونوا متواجدين حتى في المدارس، في بعض المدارس، إنه إذا كان هناك كان في فجوة، وذلك في الحصول على التركيز في مادة الرياضة، لأن المنهج الدراسي للمتوسط لم يكن قيم. إذا هناك كان في تحالف أو ما يتماشى، لذلك بإدخال المجتمع، كل طاقم العمل، شركاء المجتمع، كلنا اجتمعنا في حتى التركيز على هذا البرامج في نفس الوقت، والنظر إلى ما هي البيانات، كيف هذه عمل هذه المدارس، ما هي نتائجهم. في كل شهر ننظر إلى هذه النتائج. هذه أحد من الطرق التي استخدمنا تقييم البيانات، نستمع إلى الطلاب ما يحتاجهم، وأيضا التعديل على هذه البرامج. وذلك جعلنا أن الأهالي كلهم شاركوا، طاقم المدرسين، إذا أشركنا الكثير في هذه عملية التغيير. هذه التقييم الأساسي دائما لازم ما يكون الطريقة هذه فيها شوية قلق وتوتر. إذا المدارس هي مدارس تكون ما تكون فيها أكثر عمل فيها أكثر. أخذ منا الوقت 8 شهور حتى نصل إلى هذه النتيجة. شكلنا مجموعة، طبعا لم يكن العمل سهلا، اعتمادا على الشمولية في هذا، والتلخيص والاستيعاب والتركيز على ما نفعله جعلنا أكثر قوة. أنا ليس خبيرة في هذا الشأن، ولكن أشركنا، هناك كان تركيز على الأهالي والطلاب الصغار وأيضا المعلمين.
كيفية جعل هذه الاستطلاعات، أجرينا كثير من الاستطلاعات. إذا كنا قادرين بالحصول على مجموعة جمع كثير من البرامج ونتائجها والمعلومات. إذا من هذه الداتا أو هذه البيانات اللي استخدمناها ساعدتنا على الوصول إلى الحلول. كنا مرة قلقين متوترين في البداية وفي هذه المرحلة. إذا الاهتمام بالتقييمات، عمل التقييمات والاستقطاب ودخل إشراك الأهالي وجمع المعلومات ودراسة هذه البيانات هي اللي تساعدنا على تجاوز المرحلة وانتقال مدرستنا إلى مدرسة مجتمعية. كان التدريس والتعلم مجالا رئيسيا للتركيز على مدرسة ملكيف، بما في ذلك اعتماد المدرسة على مستوى التعلم القائم على المشاريع. هل يمكن أن تشاركينا المثال المحدد لعملية المدرسة المدروسة لإعادة تخيل التدريس والتعلم من خلال التركيز على التعلم القائم على المشروع؟ عندما أتكلم على هذا المثال بالطريقة الأكاديمية، في وسط هذا النموذج عندما أتحدث عنه في نقطة التقاطع، كان هناك مدرسين وطلاب. ما نريده على المدارس المجتمعية أن هناك لا يوجد أكثر أهمية من العلاقة بين المدرس والطلاب. هذه هي الطريقة الوحيدة، هي الطريقة السحرية. إذا بناء مدرسة تكون المدرسة المثالية أن يكون هو التحصيل الأكاديمي. نحن ننظر إلى النموذج اللي تكلمنا عنه، أن يكون مثلا فصل يكون موجود في الفصل، أن يكون عندنا طلاب بأن مستويات القراءة مختلفة، كل طفل عنده مستوى قراءة في صف، يكون في الرياضيات. إذا صعب على مدرسة تكون عندها فصل يكون كل الطلاب مستوى القراءة مختلف. إذا كيف يمكننا دعمها المدرسة؟ لا نضع العاقة للمدرسة. إذا يجب علينا في هذه اللحظة ما فعلناه هو إن حاولنا يكون لنا شراكات يدعموا هؤلاء المدرسين، سواء ما هي الخطط الأساسية التي يستخدمها المدرسة، كيفية بناء الهيكل الأساسي القوي، وأيضا في شاركنا مع كثير من هذه المنظمات، وذلك بمساعدة المدرسين بإعطائهم بعض المناهج أو بعض الصور التي تساعدهم في عملية التدريس. إذا هناك تسجيل في عملية التعليمات، إنهم استماع إلى هؤلاء المدرسين وتلبية احتياجاتهم حتى يستطيعوا الاستفادة منها في الفصول، ومن هناك يستطيعون البداية. إذا هذا ما أريد أن أتكلم عنه، وهو البناء الهيكلي لهذه المدارس. لا يمكن مجرد أن يكون هناك مدرس، لازم أن تكون هذه المدارس المجتمعية المدرس، عفوا المدير هو إنه ساعته وقتها يدعمها المدارس المجتمعية. إذا وأيضا المساواة، وهو الإشراك الناس اللي يكونوا من أجناس مختلفة، التنوع. وأيضا المنسقين المدارس لهم دور، هي لها دور أساسي كونها مثلا بإعطاء التعليمات والاستمرارية في الدعم. نحن مجرد نجلس ونشاهد ما هي طريقة الخدمات الجيدة التي يجب أن نقدمها، ما هي أفضل تعليم أكاديمي يجب أن نقدمه لهؤلاء المدرسين، وذلك أيضا التحدث مع المدرسين ومع الطلاب وكثير من الاستبيانات. عملنا الكثير، وايضا تكلمنا مع المدرسين ومدارس المدارس المجتمعيه. اضطرينا ان نشوف ما هي المدارس الثانيه تفعله، ما هي تقييماتهم، ما هي نتائج الالباك. ذهبنا الى بعض المدارس في سان جوزي حتى نعرف. اذا هناك الحوار، النقاش، كيف نحن نعمل في عمليه التعليم، ماذا نحن نريده، كيف يجب علينا ان نتخطى هذه المشاكل او هذه الصعوبات. أنا مدرس رياضيات، وهي أيضا مساعدتي، وهي سوشيال وركر، وهي أخصائية اجتماعية لكنها لا لها اختصاص في الرياضيات، لكن جد رائعة. سمعنا من أكثر من مدرسة عن أهمية الذهاب والاستماع للآخرين وإشراكهم وإسماع أصواتهم. سوف ننتقل الآن لأبي. شكرا جزيلا أبي لوجودك معنا الليلة. نعلم أن الوقت تأخر، خصوصا أنك كنت موجودة في نيومي.
لقد نقدر حقيقة قضاء وقتك في المساء في إعلام ودعم جلسة التعلم هذه. لقد ذكرت في عرضك التقديمي وشددت بعض أعضاء اللجنة الآخرين على أهمية ثقافة التحسين المستمر لتحديد الفرص وتلبية الاحتياجات مع بدء المدارس والمجتمعات في عملية الانتقال إلى مدرسة مجتمعية. ما هي بعض الخطوات التي يمكنهم اتخاذها الآن والتي ستضعهم في مسار من التحسين المستمر؟ أنا جدا مستمتع بالحوار والجلسة الليلة. أعتقد ما هو شيء ضروري والمهم وهو كيفية بناء مجموعة من الثقافة المهمة، بناء ثقافة التحسن، بحيث لا ننظر فقط إلى البيانات على أنها شيء نخاف منه. وعليكم السلام. هناك شيء مجرد أن أريد أن أركز عليه، وهو طريقة أو علاقتنا عندما نبنيها، كيفها ووجود البيانات. إذا هناك لازم يكون بعض الأسباب التي يجب أن ننظر على البيانات على أنها مطرقة، إن البيانات هي التي تحدد الفائز والخاسر، لأنه الشخص يكون خايف إنه يسقط في الفصل أو إنك أنت تحصل على منحة أو لا تحصل. إذا لازم تكون في طريقة مبسطة إلى فهم هذه البيانات، حتى إذا ما يأتي معها دائما هناك طبعا يكون هناك في خاتمة جيدة له. ما نريد أن نركز عليه هو لا نريد أن ننظر إلى البيانات على كأنه مطرقة أو أكثر أو مصباح يدوي. لا نخلي أن البيانات هذه تخوفنا. الحصول على البيانات وهذه الرسوم في البيانات على حسب، كيف يجب علينا أن نتخطى هذا الشيء بدل ما يكون هناك عندنا يوجد خوف؟ كيف بإمكاننا أن نقيس مدى تطورنا؟ إذا هناك طرق مختلفة إنه تكون إن البيانات هذه تكون مجرد شيء نحن ننظر إليه كل يوم. إذا هذا بعض من الشيء أساسي أركز عليه. إذا هو بناء ثقافة التحسين بأن لا نخاف من البيانات وأن ننظرها على طريقة جيدة. نشوف كل البيانات اللي جمعناها بأي طريقة استخدمنا فيها كمطرقة وأي طريقة استخدمنا فيها تكون كمصلحة يدوية. الشيء الثاني اللي أريد أن أقيم بإشراكه وهو إشراك العديد من أصحاب المصلحة في أقرب وقت ممكن. يعني مثلا إحنا نعتقد أن إحنا قاعد ندخل هؤلاء الشراكات، ولكن مشاركة هؤلاء الآخرين دعهم أن يشاركونا. إذا نعمل تحليل لهذه البيانات، من الذي قرر بأن تكون هذه؟ أحيانا نحن نحضر هؤلاء الناس مشاركتنا ونسمح لهم. إذا سنحتاج إليهم، إذا قم بإشراك العديد من أصحاب المصلحة في أقرب وقت ممكن، سنحتاج إليهم لإبلاغ ممارسات التحسن مثل التحريرات والأسباب الجذرية. إذا نحن ننظر إلى المستقبل التعلم إلى استثمار المدارس المجتمعية في الولاية بقيمة 3 مليار دولار باعتباره فرصة لتغيير مدرسة. نعلم أن أمثلة المتحدثين والمدارس الممثلة هنا الليلة أنه لا يمكنك تولي كل شيء مرة واحدة. هل يمكنك أن تشاركنا بأفكارك حول كيفية قيام المدارس والمجتمعات بتحديد أولويات القضايا التي يريدون معالجتها؟ طبعا العمل الجيد الرائع في هذا سوف يكون في كاليفورنيا. أنا جدا متحمس ما سوف نفعله بطريقة متحمسة. ما يحدث أحيانا في هذه العملية نلاحظ بأن بإمكاننا العمل كثير، ولكن كيف نعلم من هذه الأشياء التي سوف نستفيد منها أو أعملها؟ ما هو الشيء؟ لا أريد أن أستنقص الشيء من هذا، ولكن أؤمن بعملية التغيير أو العملية. نحن نريد أن نطور هذه الطريقة بالمشاركة، وذلك الأشياء التي تتضمن الروتينات، ما هي البيانات المتواجدة لدينا، ما هي الاستطلاعات، وما هي المجموعات التركيز.
وأيضا كتابة التقارير التي لا تنتهي، ماذا تعلمت وما هي الخطوة القادمة، والنتيجة تنتبه من كل هذه العملية، أن معناته أن هذا الشيء لن ينتهي. ولكن عندما تصل للمرحلة الثالثة والرابعة تلاحظ أن هذه الأشياء أصبحت أكثر وضوحا لديك، بأنك تهتم بالتغيير وأنك تخلي مجموعة كثير من الناس يشاركوا. إذا الشيء الثاني الذي أريد أن أنصح به، وهو أن يكون عندك طريقتين من العمل من أحد من هذه الأوعية الذي يتكلم عن استراتيجية المدارس، وطبعا التحديات، المشاريع طويلة الأمد، ما هي الأولويات، اكتشاف كيف إمكاننا أن نخلي الطلاب في الكندر كارتن يزيدوا عددهم في تحتاج طويل. ليزلي قد تحدثت تكلمت عن الرياضيات، إذا هذا عمل طويل الأمد. إذا التطوير، الاستدامة، عمليات الاستدامة التي تأخذ وقت طويل، إذا إنه عمل صعب جدا جوهري. هذه الأشياء التي المدارس التحولية التي سوف تشكلها. الشيء الثاني أو الوعاء الثاني، الجلو الثاني يعني، هناك أشياء تتطلب أقل وقت وأقل جهد ويمكن أقل من الأموال، يعني لهم معنى، لكن لا تتعلم ما الناس يريدونه وتقرر ما تريد تفعله، حتى تتأكد من أن هناك توجد ترجمة لهؤلاء الناس حتى يكونوا يشاركونكم. إذا في مثلا في الوقت هذا محتاجين أن نحن أن نوفر اختبارات المنزلية لكوفيد لكثير عدد من الأهالي. إذا من المهم أن نوفر هذه الأشياء. إذا نحن نريد أن نركز على الأعمال طويلة الأمل، طويلة الأجل. إذا أنتم مجرد ركزتوا على الشيء المكسب السريع لن يفيدنا بطريقة ما. إذا نحن نريد أن نركز على العمل القوي الجوهري وليس الاكتساب السريع. نريد أن نفعل الشيئين لأنهم هما الذين سوف يدعمون بعض بعملية التغيير. إذا هناك معناته أن هناك عمل قوي وهو مهم حتى يساعدنا في إكمال هذه العملية بطريقة ما.